بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هنيئا لكم ما حباكم به المولى من فضل، وما تفضل به عليكم من إنعام، حيث لبيتم النداء وأجبتم الأمر. إبراهيم عليه السلام أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. فيقال إن إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم، وقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم. فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. فأنت بمجيئك أيها الأخ المبارك أجبت نداء إبراهيم عليه السلام، وأتيت هنا ملبيا مكبرا مهللا: أبشر بالخير. يقول تعالى: يأتوك رجالا، أي رجالة يمشون على الأقدام. وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب، يعني في ناس يأتون على أرجلهم. يأتوك رجالا، يعني ما هو رجال يعني ضد النساء، لا، رجالا بمعنى رجالة على أرجلهم. وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وبغال وحمير وطائرات وسيارات وحافلات وبواخر، كل ما ليشهدوا منافع لهم. فأنتم أيها الأحبة أجبتم النداء وامتثلتم الأمر، فهنيئا لكم ما وفقكم به المولى من أجر وغنيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي يكون وفق شرع الله ووفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام جزاؤه الجنة، وهذا تفضل من المولى عز وجل وتكرم منه على عباده. ومن فضل الله أن جعل الحج في العمر مرة، وما زاد فهو وتطوع، لأن ليس كل الناس يستطيعون المجيء مرات عديدة، وإنما في عمر الإنسان من حين أن يبلغ إلى أن يتوفاه الله عز وجل. الواجب مرة، وما زاد فهو تطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام حج في عمره مرة واحدة، لم يحج أكثر من مرة، حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات، لأن العمرة فيها سعة، والإنسان يفسح له فيها، لا تحتاج إلى مثلا إذا إلى ذهاب إلى عرفة ولا إلى مزدلفة ولا إلى منى، وإنما يحرم الإنسان من الميقات ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وتنتهي العمرة. والمرأة تأخذ من ضفائرها قدر أنملة وتنتهي العمرة، يعني خلال ساعة أو ساعتين تنتهي العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء للعمرة 4 مرات. الأولى ما تمت رجع من الشميسي،
عند مدخل مكة، لم يتمكن من الدخول ومنع من ذلك، والثانية في السنة السابعة من الهجرة وهي عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة بعد أن عاد من حنين، والرابعة مع حجة الوداع لأنه كان قارنا. وهنيئا لكم النسك الذي دخلتم به، فالحاج لديه ثلاثة أنساك يختار شيء واحدا منها، التمتع والقران والإفراد، وأنتم اخترتم التمتع. ما هو التمتع أيها الأحباب؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. متى تبدأ أشهر الحج؟ من يوم عيد الفطر. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها يعني كمل العمرة بقي في مكة واستفاد مما أحل الله، يعني انتهى وقت الحظر، لما أحرم نقول محظور تغطية الرأس، ومحظور الطيب، ومحظور لبس المخيط، ومحظور تقليم الأظافر، محظورات الإحرام، ومحظور أن يواقع الرجل أهله، لكن إذا طاف وسعى وحلق أو قصر أحل الله له ما كان محظورا. يسأل أحد الإخوان حنا داخلين الآن، يقول الآن أدينا العمرة البارحة ومعي زوجتي، هل يحق للإنسان أن يفعل ما أحل الله له؟ قل نعم، لأن ما دام أنت انتهيت وزوجك انتهت فلا حرج عليكم في ذلك. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني في نفس السنة. يبقى الإنسان هنا في مكة إلى متى؟ إلى يوم 8 من شهر ذي الحجة، يبقى إلى يوم 8، ويوم 8 إن تيسر له ذهب إلى ميناء يوم التروية، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، وفي اليوم 9 يكون في عرفة، يبقى فيها إلى مغيب الشمس، ثم إذا غابت الشمس توجه إلى مزدلفة فيبقى فيها إلى الصباح، وأجاز النبي للضعفة أن يتحركوا منها بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل يذهب الإنسان إلى ميناء ويرمي الجمرات، قبل أن يصل إلى الجمرة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى الجمرة وقف التلبية وقال الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كله ذكر، كله ثناء على المولى، كله تمجيد للرب، ما بين تكبير وتلبية. أحب العمل، يقول عليه الصلاة والسلام، أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج، العج والثج. العج أن يرفع الإنسان صوته بقوله الله أكبر، وقبلها يقول لبيك اللهم لبيك، والثج إراقة دم الهدي وإراقة دم الأضاحي قربة لله عز وجل. فاحرصوا أيها الأحباب ما دام في الوقت متسع. يقول أحد الإخوان هل يلزم أني كل ما دخلت الحرم أطوف؟ نقول لا. يقول الثاني هل يلزم أن نصلي في الحرم كل وقت؟ نقول لا، كل مكة حرم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة يوم 4، يوم 4 من الحجة، وذهب إلى الأبطح، وبقي اليوم 4 والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم 8 توجه إلى ميناء، ولم يأتي إلى مكة، ولم يأتي للحرم. فدل على أن الدين يسر. يقول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما دام الإنسان الآن بقي متسع، أحب أن يسأل عما أشكل عليه من مناسك الحج، ليكون على بينة من أمره، وليكون على معرفة من نسكه. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفعلا
بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام المدينة شهرين مرض عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الدار الآخرة. فاحرصوا يا بارك الله فيكم بأن يكون نفسكم عملا صالحا وأن يكون مستقيما وأن يكون على معرفة ودراية فيما أشكل عليكم. هنا كتيبات يوزعونها الإخوة يوزعونها فيها طريقة أداء النسك وهي واضحة لا لبس فيها ولا غموض. يسأل بعض الإخوان يقول المرأة هل الأولى أن تأتي أو تصلي في بيتها؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. المرأة أيها الأحباب إذا خشيت أن تفتن أو تفتن نقول لا خليك في البيت لا تجي، وإذا أمنت من الفتنة عليها أو منها فإنها إذا بغت إذا أرادت أن تأتي للساحات أو تأتي للحرم فلا حرج في ذلك. لكن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، الصلاة بمئة ألف صلاة، فاغتنموا الخير واطلبوا الأجر وتضرعوا إلى الله عند الكعبة المشرفة. كم من ولم يتيسر لهم ذلك، وأنتم أكرمكم المولى عز وجل فهيأ لكم الأسباب وهيأ لكم ما تحتاجون إليه، فهذه نعمة عظيمة. فهنا يعني أجد بعض العلماء في السابق قبل مئات السنين كتبوا مناسك على الحج عن الحج، وقالوا إذا أراد الطواف يضع البيت عن يمينه. المعروف أن البيت إذا أراد الإنسان يطوف يبدأ من الحجر ويكون البيت على يساره، فلما قرأه العلماء قالوا يرحمه الله لأنه لم يحج لم يتيسر له، هو عالم جليل وذو معرفة، فيقول لو جاء يشوف الأطفال يشوف العجائز يشوف الناس العامة كلهم يضعون البيت عن يسارهم، فهو أخطأ في طريقة الحج في طريقة الطواف لأنه لم يرى البيت، وأنتم ترونه بأعينكم وهو قريب كل القرب، فتضرعوا إلى الله عز وجل. فيقول عمر ها هنا تسكب العبرات، ويقبل الحجر ويقول لولا أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاحرصوا أيها الأحباب على الالتزام بالآداب السامية وعلى الالتزام باحترام البيت وقاصديه من الحجاج والمعتمرين. لا يصح للإنسان أن يزاحم، لا يصح للإنسان أن يضر بإخوانه، وإنما يكون فيه التآلف والتواد والتحاب. عندنا درسنا المعتاد في المفقود أيها الأحباب، المفقود من هو المفقود؟ إنسان خرج وبعدين ما رد، ما ندري هو حي ما ندري هو ميت. هذا هو درسنا في كتاب الكافي لابن قدامة. المفقود العلماء السابقين قالوا لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون غالب سفره السلامة وإما أن يكون غالب سفره الهلاك. فإذا كان غالب سفره الهلاك ننتظر 4 سنين منذ فقد، وإذا كان غالب سفره السلامة ننتظر 90 سنة منذ ولد، وهذا طويل. إلا أننا نقول في زمننا الحاضر إذا حصل أناس حصل يعني فقد شخص فقريبه يذهب إلى القاضي الشرعي ويقدم طلب بأن فلانا فقد وآمل عمل الإجراءات الشرعية، والقاضي يتصرف لأن الوقت اختلف عن السابق. الآن ليس كالسابق، السابق يعني البارحة أنا قل ذكرت قصة، قلت حوالي 30 سنة أبو ربيعة بن عبد الرحمن اسمه فروخ انقطعت أخباره 30 سنة ما شعروا بالليل لأنه يفتح الباب ويدخل،
وهو راكب بغلة أو فرس وقابل ابنه اللي هو ربيعة قال هذا بيتي قال له بيتي أنا وبدأ تماسك كل واحد وما كان أحدهم يعرف الآخر. ثم بعد ذلك طلت العجوز من عليا وقالت يا ربيعة يا ربيعة هذا أبوك وكما ما كان يعرفه لأنه سافر وهو حب. الآن الحمد لله تيسرت الأسباب فنعرف إن فلان مثلا كان عندنا وفقدناه وأنه خارج البلاد يمكن خلال دقائق في جهاز يبين باسمه وبرقم سجل المدني وين خرج وين راح سافر إلى بلد كذا بدقائق نتصل بالبلد الثاني ونقول دخل عليكم يوم كذا هل خرج ولا لا يزال. فالأمور تيسرت الآن. فالآن العلماء عليهم رحمة الله قالوا 4 سنوات إذا كان غالب سفره الهلاك و90 سنة منذ ولد إذا كان غالب سفره السلامة. نقول لا 90 ولا 4 وإنما إذا كان للإنسان شيء من هذا الأمر يكتب خطاب ويسلمه للقاضي والقاضي خلال دقائق بلمسة يعرف هذا الشخص هل هو حي هل هو ميت هل كذا هل كذا. وإلا يعني أنا أدركت قبل 50 سنة في بعض يعني وسائل الإعلام فلان يسأل عن والده الذي يعني غاب منذ 10 سنوات وفلان يسأل عن أخيه الذي غاب منذ 15 عاما. الآن هذا غير موجود وإنما نعرف أنه ذهب إلى البلاد الفلانية أو أنه لا يزال في بلاده لم يعني يذهب ولم يغادرها إلى آخره. فهذا هو ما يتعلق بالمفقود. فنقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من كلام على المفقود ولكن مثلا يقول بعض الإخوان كيف نقول 90 سنة يعني المرأة تنتظر 90 سنة؟ لا، المرأة إذا عليها ضرر تذهب إلى القاضي ويفسخها بمدة وجيزة، تذهب إلى القاضي وتطلب الفسخ من النكاح فيفسخها القاضي وبإمكانها أن تتزوج إذا حصلت على الإذن الشرعي من الحاكم الشرعي وهو القاضي. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث المفقود. إذا غاب الإنسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح. خفي خبره ما ندري هو حي ولا ميت. فنقول إذا كان على زمن المؤلف غالب سفره السلامة فنحن ننتظر 90 سنة منذ ولد على كلام المؤلف. وإذا كان غالب سفره الهلاك كان يكون مثلا ركب البحر وركبه في سفينة والسفينة جاها عواصف وانقلبت فربما إنه مات. وإذا كان غالبه الهلاك ننتظر 4 سنين. والقول الراجح في هذا أننا نتصل بالقاضي والقاضي يصدر الحكم الشرعي بأنه يحكم بوفاته، يحكم بأنه لا يزال حي، ولو حكم بوفاته فننفذ الحكم، ولو تزوجت فلا مانع لكن بإذن القاضي الشرعي. نعم. انتظر به تمام 90 سنة من يوم ولد في أشهر الروايتين. وفي يقول لك التاجر ينتقل من بلد إلى والسائح يذهب من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد إلى آخره. ونعم انتظر فيه 90 سنة منذ، لأنه إذا بلغ عمر 90 سنة الغالب أنه ما يقدر يجي لو موجود ما بلغ من العمر ما بلغ. نعم. من يوم ولد في أشهر الروايتين. وفي الأخرى ينتظر به أبدا أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة. يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي وهذا هو القول الراجح، لأنه قلنا يعني ابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب، ألف العمدة للمبتدئين وألف المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم وألف الكافي لمن طالت مسيرتهم، ثم ألف المغني وهو آخر شيء. نعم.
وإن كان غالب سفره الهلاك. قالوا ركب مثلا في سفينة وبعدين جاء هواء وانقلبت السفينة، أو أنه احترقت، أو أنه مثلا في عمارة وحصل التماس كهرباء وفي أموات وفي أحياء إلى آخره، غالب سفره الهلاك. نعم. كالذي يفقد من بين أهله أو يفقد في طريق الحج فإنه ينتظر به تماما. أو يفقد في طريق الحج، كان يا أيها الأحباب طريق الحج من الطريق الذي يعد من الخطورة بمكان قبل قيام هذه الدولة المباركة، فلما أنقذ الله هذه البلاد وحماها بالولاية الصالحة أصبحت مضرب المثل في الأمن. أنا زرت عددا من البلاد وقالوا لي أصحابها إننا لا نرتاح في نومنا ولا في ذهابنا ولا في خروجنا إلا بعد أن ندخل البلاد السعودية البلاد المباركة، وأما في بلادنا فالإنسان في قلق وفي عدم راحة وفي عدم اطمئنان، فإذا يقول دخلنا على الحدود دخلنا حصل لنا اطمئنان. وكان في السابق طريق الحج من الأشياء التي تعتبر في يعني من الطريق من الطرق المخوفة، ومثل بكثير من الكتب القديمة يقولون كمن سلك طريق الحجاز، فيضربون به المثل في عدم الاستقرار، والآن ولله الحمد يضرب به المثل في الأمن والاطمئنان والحفاظ على الحقوق والبعد عن كل ما يعكر أو يسيء للإنسان. نعم. فإنه ينتظر به تمام 4 سنين لأنها أكثر مدة الحمل. نعم. وتعتد زوجته عدة الوفاة، يعني بعد أن نحكم بوفاته تعتد، يعني ما يحكم القاضي يقول حكمنا بموته ثم بعد ذلك بعد ساعة ساعتين تزوج، لا، إذا قال لها حكمنا بوفاته من تلك الساعة ثم نحسب عدة الوفاة. نعم. 4 أشهر و10 أيام. نعم. وتحل للأزواج. قال أحمد، قال أحمد، من أحمد يا بني؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أبو عبد الله. نعم. إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه، يعني لا، قال يقول إذا قلت للزوجة تزوجي قلنا طيب شوفوا اللي عنده، الزوجة نبي نعطيها الثمن، أو إذا عنده أولاد ما عنده أولاد نعطيها الربع، الأم نعطيها السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، الإخوة إلى، يعني إذا قلنا للزوجة تزوجي قسمنا التركة، يعني ما في مجال أنه يجي. نعم. وقد روي عنه التوقف، يعني الانتظار. والآن نقول لتيسر الأسباب التي تبين حالته لا نحتاج إلى شيء من هذا، بل خلال ساعة أو ساعتين يتبين. وأنا قلت يعني مر بي قضية في خارج المملكة كنت يعني حاكم فيها، وشخص في جزيرة تابعة للبحرين، وين قال يصيد سمك ويبيع على أهل على اللي يجون بالبواخر وكذا، وأهله يعني انقطعت أخباره ولا يعرفون عنه شيئا. نعم. وقال قد ذهبت الجواب فيها وكأني أحب السلامة والأول المذهب. نعم. فإن مات والأول المذهب يعني 4 سنين منذ فقد أو 90 سنة منذ ولد، هذا هو المذهب، لكن الصحيح خلافه، وإنما الصحيح الذي يجب العمل به هو حكم القاضي ولو بمدة وجيزة. نعم. فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته، يعني الآن توقفنا وانتظرنا مات ولده، هل نورث الأب من الابن ونعتبر الأب حي، أو نورث الابن من الأب ونعتبر الأب ميت؟ لازم هو وارث ومورث، فمن يرث من الآخر؟ قلنا في مسألة سابقة مرت بنا قبل أيام، قلنا الغرقة والهدمة والحرقة، قلنا الناس نازلين من الطائف، لما جو الجبل الكفر بنشر
وانفجر الإطار، انقلبت السيارة، مات الابن ومات الأب، من نورث منهم؟ من اللي الولد يسوق والأبوه بجنبه السيارة بعد ما انتهت من عند الهدى وكذا تدحرجت، ماتوا الاثنين، كيف نورث؟ من الذي يرث؟ كلهم ماتوا، كلهم ماتوا، الأبو والولد. شيخ علي يقول يعني ذكر الشيخ علي الجواب، نقول اللي حققوا في الحادث قد يكون عندهم علم، من اللي وقف على الحادث أول ما هنا يعني الدوريات الأمنية يقولوا هذا توفي الساعة 4 وهذا توفي 4 و5، هذا توفي الساعة 4 وهذا توفي 4 إلا 5، فالمتأخر يرث المتقدم، لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث. لكن إذا قالوا لا ندري، لا ندري، إذا عرفنا هذا صار عندنا كسب عظيم، وإذا قالوا لا ندري والتبس علينا الأمر، يعني كل واحد منهم يرث الآخر، لكن يرث من تلاد ماله لا ممن ورثه من صاحبه، لأجل ألا يعود عليه ماله. وهذه بعد من المسائل البسيطة التي يجتهد فيها القاضي، وهي كثيرة، الغرقة والهدمة والحرقة، يعني يموت 2 3 ولا نعرف من هو الأول منهم. نعم. دفع إلى كل وارث اليقين ووقف نصيب المفقود، فإن بان حيا دفع إليه، وإن بان ميتا حين موت مورثه رد على من يستحقه من الورثة. نعم. وكذلك إن كانت المدة قد مضت. نعم. وإن لم تكن مضت ولم يتبين أمره، هل هو حي ولا ميت، فحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله. نعم. يقسم على ورثته. نعم. إذا مضت المدة، لأنه محكوم بحياته، فبعد أن نحكم بوفاته نوزع المبلغ. نعم. ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب، ويجوز أن يصطلحوا إذا كانوا كلهم كبار، ما فيهم أحد مثلا لم يبلغ سن الرشد، ما فيهم مثلا ناس يعني في سن الطفولة، كلهم كبار، لو واحد تنازل قال أنا ما أريد شيء، والثاني قال أنا ما أريد، يعني لو أعطوه الزوجة أو أعطوه الأب، أو كلهم تنازلوا بطوعهم واختيارهم، فلا حرج في ذلك. نعم. عن نصيب المفقود، لكن إذا فيه قصر فلا مجال للتنازل، وإنما يحلها ويبينها القاضي الشرعي إذا فيه قصر. نعم. لأنه يسعى لما فيه غبطة ومصلحة للقصر. نعم. عن نصيب المفقود من الموقوف، لأنه حقهم، ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود، والله تعالى أعلم. بقي عندنا باب الولاء. ما هو الولاء؟ قلنا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، وهذا هو موضوعنا في يوم الأحد القادم إن شاء الله. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد وفي نسك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قارنا، والجمعة والسبت إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا المتعلق بالولاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة ونتناقش فيها.
يقول السائل الكريم، يقول بعد طواف الوداع وترك مكة سأقيم بجدة 15 يوما قبل السفر النهائي، هل فيه إثم إذا اشتريت أغراض علما بأني كنت مقيم في جدة قبل الحج؟ نقول اشتر أغراض من مكة أو من جدة قبل طواف الوداع أو بعد طواف الوداع في أي وقت، وإنما قبيل سفرك ومغادرة مكة تطوف طواف الوداع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ولا مانع بعد طواف الوداع أن يأكل الإنسان، تقول مثلا يلزم أن أغادر على طول، نقول له لا مانع أن تنام، لا مانع أن تشتري هدايا، لا مانع أن تحاسب الفندق، لا مانع أن تتصل بما تريد، لا حرج في ذلك، وإنما يكون آخر الأعمال أو قبيل آخرها أن تودع البيت، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. يقول السائل الكريم، يقول في أم أو أخت أخرت، ذهبت إلى الحج العام الماضي وأخرت الطواف والسعي إلى شهر محرم، ماذا عليه؟ نقول لا، إذا كان مثلا في ضرورة مريضة لا تستطيع، لا تقدر الزحام، لو أخرته فلا حرج، لكن إذا هي مستطيعة فعملها خاطئ، بل يجب المبادرة، لأن ما تدري تعيش ولا ما تعيش. لكن إذا كانت ما تستطيع أن تدخل في الزحام، ما تستطيع أن تطوف مع الناس لوجود الزحام، فلا حرج عليها إن شاء الله. وأنصح من معه زوج، أنا يعني من سنوات أنصح من معه زوجته أو أخته أو قريبته أن يبادر بها بطواف الإفاضة فجر يوم العيد، لأنه قد يعتريها عذر شرعي فتكون سبباً في بقائه وفي انفراطه عن جماعته وتأخره عنهم، لأنه ما يمكن طواف الإفاضة لابد أن تأتي به، بينما طواف الوداع لو كانت حائض تروح ولا عليها شيء، لكن طواف الإفاضة لابد منه. فأنا أقول لأحبتي في مثل هذا المقام، ما أحسن المبادرة في فجر يوم العيد لطواف الإفاضة والتحلل، لأجل ما يبقى شيء يعيق المرأة لو جاء لها عذر شرعي. يقول السائل الكريم، معروف أن الإنسان إذا أحرم لا يلبس المخيط، فهل كل مخيط أم لا؟ نقول المخيط الذي على هيئة ملبوس، يعني فنيلة أو سروال أو ثوب، أما المحزم فلا حرج، أما الحزام فلا حرج، أما الساعة فيها مخيط فلا حرج، وأما يعني حقيبة يأخذها على كتفه أو في يمينه، أو حزام يضع فيها أوراقه ويضع فيه مستنداته ويضع فيه يعني مثلا خرجيته، فلا حرج في ذلك، وإنما المحذور المخيط الذي على شكل ملبوس، على شكل ما يلبس، يكون يلبس فروة أو يلبس غترة أو عمامة أو يلبس فنيلة أو سروال أو شيء من هذا القبيل.
هذا أخ كريم يسأل وفي سؤاله أمر يتعلق بالطلاق، ولدينا هنا أحكام الطلاق لدى سماحة المفتي، فأنا أنصح السائل، أنا بقرأ السؤال وأنصح السائل أن يتصل بسماحة المفتي، وإذا ما أمكن يكتب له رسالة ويأتيه الجواب في بلده. يقول إنه رجل قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، يعني ومن مر علينا قل اذهبي ذوقي تجرعي لست لي بامرأة، عبارات مثل هذا، اذهبي ذوقي تجرعي لست لي بامرأة إلى آخره. يقول قال لزوجتي اذهبي إلى أهلك ما أريدك، ثم بعد ذلك اجتمع أهله وأهلها واصطلحوا فيما بينهم وعادت المرأة إلى بيت زوجها، هل على الرجل شيء أم لا؟ أنصحه أن يكتب هذا السؤال لسماحة المفتي ويأتيه الجواب إن شاء الله. يقول السائل الكريم، إذا المفقود جاء بعد أن فسخت منه الزوجة وتزوجت، وبعد أن جاءت طلبها زوجها الأول، السؤال يقول هل تعتد 3 أشهر؟ نقول القاضي يوصيها بالعدة المطلوبة، إما أن تعتد بحيضة لأجل أن تستبرأ، وإلا ولا يحتاج عقد، ما يحتاج عقد للزوج الجديد، للزوج اللي كان مفقود وأراد أخذها ما يحتاج عقد، لكن لا يقربها إلا بعد أن تستبرئ من الزوج اللي جاء بعده، لأنها قد تكون حامل. يقول السائل الكريم، يقول إني حجيت العام الماضي ودخلت مكة في عمرة، وثم أحرمت في 8 ذي الحجة، وطفت طواف الإفاضة وحلقت ورميت الجمار ولم أرمي ما شلون وحلقت، يقول والجمار أو لم أرمي، ما العمل؟ نقول يقول أنا في مكة وأريد أن أحرم في يوم 8، نقول لا حرج في ذلك، لكن إذا ما رمى الجمار فالجمار تعتبر واجب من واجبات الحج. الإخوان خلفنا في المكاتب يبينون ماذا عليه. يقول السائل الكريم، من غاب عنها زوجها مدة 4 سنوات أو أقل أو أكثر زيادة على مدة العدة، هل تبدأ العدة بعد فترة الإياس من أو يكفيها ما مضى؟ نقول لا، ما يكفيها ما مضى، وإنما من حين ما يحكم القاضي بطلاقها منه أو بوفاته عليها أن تعتد. والعدة بالنسبة للمتوفى عنها إذا كانت حامل أن تضع الحمل، وإذا كانت من ذوات الأقراء فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. والعدة يعني المعتدات مر بنا في
درس سابق المعتدات ست كل واحدة لها برنامج خاص. ويقول فيها صاحب الزاد، يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعها منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد في خلاف. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به عمة أم ولد، فإذا كانت حامل تنتهي بوضع الحمل من أي عدة. يقول السائل: ما الحكم في رجل يعمل في جدة وأهله في مكة ويزورهم بين الحين والآخر ونوى الحج، فذهب إلى مكة قبل الحج بشهر كامل تقريبا واستقر فيها، فهل يعتبر من أبناء مكة ويحج حجا مفردا؟ نقول العرف له مجال في هذا، هل يعتقد بأنه من سكان مكة أو من سكان جدة؟ إذا غلب على أمره أنه من مكة فهو كحكم أهل مكة، ليس عليهم هدي لو حج متمتعا أو قارنا. وأما إذا غلب على أنه من أهل جدة فيحج حجا مفرد ولا شيء عليه، وإذا كان متمتع أو قارن فعليه الهدي أو الصيام، والعرف له مجال. وبعدين يقول: هل الصلاة في حي المسفلة حكم الصلاة في المسجد الحرام؟ نقول نعم، كلها بمئة ألف، إلا أن هنا ثلاث مزايا لا توجد في المسفلة ولا في العوالي ولا في الرصيفة ولا في النزهة ولا في أي حيمة، هنا ثلاث مزايا لا توجد في أي مكان آخر. ولا مكة يعني مثلا طريق جدة إلى الشميسي، وطريق الطائف إلى العبدية عند الجامعة، وطريق المدينة إلى التنعيم، وهكذا، وجنوب مكة الحسينية، كلها حكمها واحد بمئة ألف صلاة. لكن هنا في مزايا ثلاث لا توجد في غير هذا المكان الطاهر. هذه المزايا أيها الأحباب: أولا نقول قدم المكان من وقت إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إلى آخره، وأيضا كثرة المصلين اللي هنا واللي في الساحات واللي في الدور الأول واللي في السطوح، يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في صلاتهم، فيدعون لك وتدعو لهم، والدعاء مستجب. المزية الثالثة: القرب من الكعبة، وكل ما اقترب من الكعبة فهي قبلة المسلمين برا وبحرا وجوا وأي مكان، وإلا مكة كلها حرام. ما الدليل على أن مكة كلها حرام؟ نقول آية من كتاب الله. ما هي هذه الآية؟ قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثابت عند علماء السير بأن الإسراء من بيت أم هانة اخت علي رضي الله عنه، وليست من داخل المسجد. يقول الأخ الكريم بأن واحد جاء وحج، وجاء صبح العيد ورمى وطاف طواف الإفاضة، بعدين ما راح المنى. نقول المبيت بمنى واجب، يجب على الإنسان أن يبيت ليالي منى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وإذا ما تعجل الثالث عشر. لكن إذا له ظروف يمكن يسأل الإخوان هناك وقد يجدوا حلا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.